المشهد الاخر اللي هنشوفه مصور من داخل مسرح الباتاكلون، كان في كونسرت، حفله روك او جاز امريكي، والمكان كان مملوء. لو بنقرا شهادات شهود العيان من الناجين، واحده منهم كانت بتحكي حكايه ازاي انها مثلت انها ميته لمده اكثر من ساعه، وقالت انه فجاه احنا فوجئنا بواحد بيفتح النار بالكلاشينكوف بجهاز بندقية آلي على الناس، وبعدين أخد الرهائن، وفي واحد فجر نفسه. الباتاكلون أكتر مكان حصلت فيه الضحايا، أو كان فيه ضحايا، فيه فوق 80 ضحية. وحكت البنت الحقيقة إحدى الضحايا إن إزاي إن هي اضطرت إنها تكتم أنفاسها وتبدو وكأنها ميتة طول الوقت، لأنه كانوا بيمشوا بالبندقية يقتلوا الناس. هنشوف المشهد ده، ونشوف الدرامر أو الطبال اللي قاعد على الطبلة، عازف الطبلة، ازاي يا اما اصيب يا اما سقط من الضرب. هنشوفه ده، ركزوا مع الدرامر او اللي هو عازف الطبلة. يعني هنا عازف البركاشن، يعني كان بيضرب، وهو الضرب ده معرفش هل هو أصيب بقى، قتل في هذا الأمر، أو أصيب، ولا هو نزل لما سمع صوت الـ من الواضح أنه هو أصيب. لا يعني شيء الحقيقة مفزع. إرهاب طبعا زي ما قلنا امبارح، داعش أعلنت أنها تستهدف فرنسا.